السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم. ولاية عنابة، امرأة تم سرقة بيتها وبعدها قاموا بحرقه بالكامل بحجار الديس، ولاية عنابة. الله يخلف عليها يا رب العالمين. خليك مع الفيديو. السلام عليكم. هام خاوتي، هام سرقوا لي داري، بعد ما سرقوها شعلوا فيها النار، هام بقى لي وين؟ بقى لي انا وبنتي، ما عندنا بقى، انا متشردين، ما عندنا وين نروحوا، ما عندنا وين نسكنوا، قشنا اللي من فوق ما عندناش، قشنا داروا. وكي كملوا، بعد ما كملوا شيء هذا كامل حرقوا، يا ريت سرقوا خلاو لي داري بركة تسترني هي داري. بعد ما كملوا حرقوا باش انا نقعد متشردة. يا ناس يا ناس، شوفوا ليا، يا ناس شوفوا معايا بركة، شوفوا حالتي هذه، شوفوا الحال كيف مهرات، شوف فهم فلق الحال، شوف اخويا منها، شوف ارمح، شوف منها ارمح، شوف الكوزينة تاعي، شوف اللي يقولوا مش ساكنة، وشوف اخويا ارمحنا حسلك، اللي يهدر ويقول بأي شيء ساكنة في الدار، اللي يهدر ويقول بأي شيء ساكنة في الدار، اللي مش ساكنة الخبز كاينة، اللي مش ساكنة الفريجيدار تاعها معدي، هاو الكونجيلاتا، هاو الدجاج، هاو اللحم، هاو الدجاج، ها هذا مش نساكنة، ها صرنا نحلو من فوق، شوف هذه مش ساكنة، شوف الفريجيدار. شاف بنت حسبي الله ونعم الوكيل، عامل كرش، هذه مش هساكنا، هذه مش هساكنا، وزين كويزينير محروق، درك زاد وجاب وداب كويزينير محروق، حسبي الله ونعم الوكيل.